ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده يعني ان شاء الله يعني هكشف اسرار الفخاخ الفرديه اللي هي بتبقى بص من الاخر كده تقدر تبلع تنين وانت مطمئن وانت مش خايف من الخساره، بمعنى انك تبقى عارف انت هتخسر قد ايه وهتكسب كام وكده يعني. تمام، في البدايه كده انا شفت فخاخ كتير على يوتيوب وكنت بدور يعني عشان اكتسب خبرات، فكنت بشوف يعني ناس بتعمل 3 مليون من كل نوع، وعلى التي تو يعني على التي سري، التي سري طبعا من كل نوع معروف يعني 500 وبيعملوا 3 مليون من كل نوع. فانا فكرت فيها واكتشفت يعني حاجة يعني هبدة كده مني، تمام، بس الهبدة دي طلعت يعني شغالة الحمد لله، ان الفرسان بيبقى اكبر خطر عليك، تمام، لانك انت بتبقى مصفوفتك مشاة واللي بيهاجم عليك عارف ان مصفوفتك مشاة، فدايما بيهجم رماة، ولو هجوم الرماة عنده قوي ممكن يدمرك تدمير ذاتي، بمعنى انه اول ما يخلص على المشاة هيبدأ يدخل على الفرسان على طول. يعني سيبك انت، الرماة دي اخر حاجة، لان مصفوفة المشاة شايفين ادي مشاة وراها فرسان، اول ما المشاة تبدأ تنصاب، مش شرط تنصاب كام، الفكرة ان الفرسان بتتدخل اسرع من البرق، يعني بص يعني سرعة جدا يعني في التدخل، تمام، فاول ما المشاة تنصاب يبدأ الفرسان تتدخل. طبعا لو هجوم رماة زي ما قلنا هيبقى خسايرك مش اقل من 2 مليون من المش، يعني 2 مليون ميكس كده ما بين المشاة والفرسان، تمام. انا شفت فخاخ كتير اليومين دول اتصفروا بسبب الفكرة دي، ان التحديث الجديد يعني خلى ان الرماة تضر المشاة بطريقة فظيعة، يعني انت متخيلين الرماة اللي هي قصاد المشاة ولا حاجة، بقت الرماة تضر المشاة يعني. والتحديث ده انا كنت مستهون بيه وبقول ان التحديث ده ملوش اي يعني فايده وبتاع، وطلع التحديث ده فعلا مع التنانين بيفرق، يعني مع الناس العاديه مش هيفرق كتير، لكن لما تنين يهجم عليك يعني لا، خطر خطر خطر. فعشان كده انا ما عملتش فرسان، تمام، وانا مش بنصح يعني انا كفخ يعني انا ما عملتش في فرسان، انا عامل مشاة ورماة بس. ليه عامل مشاة ورماة وليه عامل الاعداد دي مش عامل 3 مليون والكلام ده؟ لان انا حاسب على حسب التي 3، يعني انا حسبت قبل ما اعمل كل حاجه، تمام، يعني خليت ال يعني انا حسبة عملتها وخليت التي 3 نفس العدد، يعني زي ما انتم شايفين 572 577 يعني في العدد ده، والتي 2 اكتر من الرماة التي 2. ليه عامل ده؟ كنت عامل ده عشان لو حد هجم هجمه يعني تضر جامد تبدأ الرماة تتدخل، تمام، وانا اكتشفت عكس ده، يعني الرومات دخلت في اخر لحظة بعد ما طار مليون تي تو، يعني مليون تي تو طاروا بدأت الرومات تدخل. انا عرفت المشكلة وهحلها ان شاء الله، يعني مش هتحقق، مش بص القتلة اللي انتوا شفتوها دي مش هتحصل تاني يعني ان شاء الله. يعني المهم الفخ مش شرط ان انت تكون تنين يعني على الاخر، يعني ممكن تصد ناس عادية، يعني مش شرط، مش لازم عشان تبقى تنين، يعني مش لازم تبقى فخ يعني قوي جدا تصد الناس دي. المهم انا دلوقتي شرحت لحد فين، شرحت انا ليه مش عامل فرسان، لان الفرسان زي ما قلنا بتتدخل ومعنى الصحة بتاعتها بتروح في داهية بسرعة، فلو حد هجم رماة هي طيب هي هيصفرك يعني ممكن يحرقك او حاجة زي كده، تمام. نبدأ بالوحوش، ندخل على الوحوش. بص اهم 3 وحوش لازم يبقوا يعني في اي فخ من يونيت الاشواك، بتقلل صحة المشاة للعدو، تمام، وده هيفيدك يعني هيفيدك بطريقة بالتكلب. يعني ادي واحد سيد الصهارة تقريبا، ده للرباة برضو ده مفيد، في واحد تاني للفرسان مقاتل العفاريت، ده للفرسان مفيد برضو. فال3 وحوش دول مهمين، يعني بصوا لازم يكونوا على الجدار، لازم هيفيدوك يعني، حتى لو حد هجم عليك نوعين، نوع اتشقلب اتكحرت، المهم انت ايه تبقى ضامن ان انت تكسبه. يعني
بس فا ايه تاني؟ نيجي للمعدات. المعدات يا باشا، بصوا احنا عايزين نركز في المعدات، ان احنا نعمل معدات صحة يعني على قد ما نقدر، يعني نعمل معدات بتدي صحة تمام. يعني انا المعدات نفسها بتديني 30% صحة، يعني بتديني 30 صحة فوق الصحة العادية، انا بوصل 300 صحة. فان صحة الجيش تبقى 300، وانت مثلا جيشك يبقى 7 مليون ولا 8 مليون. انا مش بنصح 10 مليون وال11 وال15 مليون، كل ده عدد يعني. كل ما عدد خدها كده مبدأ، اول ما عدد جيشك بيبقى 10 مليون و15 مليون، اقل هجمة من اي واحد هيطير لك فيها مش اقل من 500 600 الف قتلة. هتقول لي العدد يفرق يغلب ومش يغلب؟ اه العدد كترة العدد يغلب، بس تعمل عدد بعقلك، مش تعمل خرطبيطة كده، تعمل عدد كبير وخلاص. طب انت لو عملت اربعة، انا لو عملت مثلا 4 مليون مثلا من كل نوع تيتو على عدد المشاة، اقل ضربة هتحرق. ليه؟ لان المشاة كده التي 3 ما بيدعمش ده، لان هو نظامه عامل زي ايه؟ اقول لك انا عامل ازاي. عامل زي لما يكون طفل صغير رخم، واقف ابوه واقف وراه وهو بيزيط ونازل ضرب فيك، فهو مين اللي محمسه ومين اللي مديله القوة والشجاعة ان هو يضرب فيك؟ ابوه الخنزير اللي واقف وراه بس. فهي الفكرة ايه؟ ان التي 2 بيبقى مسنود على التي 3، التي 3 هو اللي بيدعم ايه؟ التي 2. نفس النظام برضو التي 4 بيدعم التي 2 وكذلك يعني. فما ينفعش انا اعمل عدد كبير من التي 2 قصاد عدد قليل من التي 3، كده كأني ما عنديش تي 3، كده كأني عامل تي 2 بس وهخسر في الحالتين يعني. بس نيجي للمعدات، فلازم تختار معدات صحة يعني على قد ما تقدر. لو 2 كأسهم يبقى 100 100، لو 2 نادر مثلا حذاء التنين يعني احسن حذاء يعني، وحذاء تيدال برضو يعني ممتاز. بص انا حاطط يعتبر كده ايه، معدات بتدي صحة يعني. يعني دي بتدي صحة اهو، يعتبر 10، يعتبر 10% صحة جيش. ترصيعي نادر يعني، انا ترصيعي نادر، ما فيش غير ترصيع واحد بس، ترصيعه كله نادر نادر يعني. ترصيع كمان ناقص ترصيع مشاة فرسان. هو انا المفروض يعني ان انا كنت احط الخوذة لانها بتدعم المشاة تمام، بس انا حاطط دي عشان بتدي صحة جيش اعلى، كمان نسبها اعلى في الرماة. انا مش بحتاج الفرسان يعني، بس ايه تدي نسب اعلى. نادر مفيش غير في المخطوطة الخالدة بس، هي دي الاستثناء الوحيدة اللي معايا بس يعني، ترصيعاتي ضعيفة. المهم النسب نفسها يعني اعلى حاجة عند الرماة، لان ترصيع يعني. كمان حاطط معدات بتدعم يعني، ده بيدعم رماة مشاة وفرسان تقريبا، او مشاة وفرسان، ده بيدعم رماة يعني. يعتبر معدات معظمها ايه رماة، بس ايه بحاول اظبط ما بين المشاة والرماة، بس صعب يعني لان جواهر الترصيع بتاعت المشاة مش يعني مش بتحبني يعني، تكرهني مش عارف ليه يعني، ما بتطلعليش حتى شائع، ما بشوفهاش اصلا. اقصى مستوى صحة للجيش 32 يعني، فخ كويس يعني مش وحش تمام. وغير كده يعني لو هنتكلم في الجد يعني، ما تعمليش فخ تبقى حاطط في دماغك ان انت عمرك ما هتخسر جيش وتصفر. لا بص، حط في دماغك انك هتخسر، بس لما تكون عارف هتخسر كام، عكس لما تكون مش عارف يعني. لما حد يقول لك مثلا ههجم عليك واخسرك 500، لما يخسرك 500 احسن ما تخسر 500 وانت مش عارف، كنت يعني ما كنتش حاسب هيحصل لك قد ايه قتله، فهتبقى صدمه بالنسبه لك. فانت داخل لعبه حرب فلازم تخسر يعني. انا اهو خسرت عادي، وانا اللي طالب منه يهجم عليا، وقلت له ان انا هحط مشاة واهجم بكل يعني اقوى هجوم عندك اهجم، والخنزير يعني غدر قال لي اسف انا فعلت 70% هجوم جيش عشان كنت حاسس ان انت هتاخد القائد بتاعي وبتاع.
المهم هجم عليا فرسان قصاد ال اهو زي ما انتوا شايفين الهجمة. طبعا هو تنين تنين يعني وشحين كمان. لو تلاحظوا هنا في غلطة، يعني انا بلعت الهجوم وكل حاجة، وحوش ماكس اهو تمام، وحوشه ماكس. انا كده عرفت المشكلة فين وهحلها ان شاء الله. مصفوفة المشاة خلت المشاة بس هما اللي بيبقوا في الواجهة، وما خلتش الرومات تتدخل الا لما حصل قتلة في المشاة. يعني لو نيجي نبص هنا هنلاقي ان يا دوبك الرومات ايه دخلوا، ما لحقوش يتدخلوا كمان يعني في اخر لحظة. يعني تقريبا 1,000,000 طارو مشاة والرماة دخلوا في اخر لحظة، يعني بعد ما 1,000,000 طارو. فانا عرفت سبب المشكلة دي ايه. سببها ان المصفوفة بتبقى يعني عامل زي ايه، عاملة زي الحيطة كده، عاملة زي الحيطة، فخلت المشاهد اللي اكلت الضربة كلها، الرماية دوبك بس في الاخر اتدخلت. صفوف المشاة أأمن من مصفوفة المشاة، يعني أأمن من حيث إن أنت أول ما ينصب لك بتاع 400,000 هتبدأ الرومات تتدخل، أنت كده في السليم. ولو حد هجم عليك مشاة، يعني بصوا في ناس كانت بتقول لي ناقصك فرسان ومش ناقصك فرسان، ولو حشت مشاة هيشنيرني وبتاع. عايزة أفهمكم إن هجوم المشاة ضد المشاة، مشاتي تكسب. ليه بقى؟ لان العدد هنا هيكسب، حتى لو الهجوم ده تنين هيكسب، العدد بيكسب دايما بيكسب. يعني شايفين هو معدات 850 نسبه تمام، 850 قصاد نسبي انا في الفلايك، يعني شايفين 400,000 بس اصابات وحوش ماكس. يعني تي فايف اهو، يعني انا متوقع ان شفت هجوم الفرسان طير 1,000,000. يعني انا الخطر على الفخاخ الفردية اصلا الفرسان مش المشاة، المشاة ضد المشاة، المشاة العدد يكسب تمام. يعني الصفوف هي اللي هتفيدني وهتفيد اي حد. يعني لو شايفين الصفوف على طول الرماة هتبقى قريبة جدا من الهجوم. يعني مش شرط الرماة تنصاب عشان تبين لك ان هي اتدخلت في المعركة، لا بس هتبقى قريبة جدا. يعني لان انا بعد كده هصد بالصفوف، مش هصد ده تاني بمصفوفة، لان كده عرفت هجوم الفرسان من واحد تنين يساوي تصفير. يعني ف يجي بقى الابحاث، عشان قبل ما تبني بس الفخ لازم تبقى عارف ايه المفروض تبني تعمله والمفروض اللي ما تعملوش تمام. ناحية الابحاث كده لازم تكون عامل كل ده 10، يعني عشان تاخد اعلى نسب. عشان طبعا انت اكيد يعني اللي هيعمل فخ فرد ده مش بيشحن، يعني وممكن بيشحن شحن خفيف، فمش هيعمل يعني معدات نظيفة يعني وتوصلهم كل دول 9 أو 8، بس مش أقل من كده. مش تعمل لي 7 وتروح تحارب وتتصفر. فهو ده التحديث اللي منهم لله. يعني التحديث ده تحديث بصوا، يعني التحديث يا وحدات الرومان هذا وتقل لذة الضرر وحدات. صباح الفل. يا لهوي، الصفوف مهمة طبعا، يعني لازم الناس تفتح الصفوف. شؤون الجيش تقريبا مش شغال فيها. ترقية القوات العسكرية هنا أهم حاجة هتحتاجها قبل ما تبني الفخ. أهم 2، أهم الـ3 دول لازم تعملهم ماكس. ليه؟ عشان التكلفة بتاعته تقل معاك، لأن أنا كنت الأول بدرب يعني من غير ما أعمل دي كان الموارد خربة بيتي.
يعني تقريبا كان معايا 2 مليار من كل نوع، خلاص طاروا، بقى معايا نص مليار، مليار من كل نوع، يعني تقريبا مليار طاروا على التدريب. بس بعد ما عملت الابحاث يعني حسنوا الدنيا معايا. برضو نفس الكلام يعني، سرعة التدريب برضو 8 حلوة مش وحشة. يعني مش شغال هنا، هتحلف في 3، فاتح الخانة الثالثة، وممكن افتح الخانة الرابعة، بس تقريبا بتحتاج تي فور، يعني محتاجة اوصل المعهد حوار. المهم ازاي انت تختار فخك صح، يعني ما تعملش زي ما تقلدش اي حد وخلاص. يعني ما تشوفش مثلا واحد عامل 3 مليون من كل نوع وتروح تقلده، وفي الاخر هوب يجيلك واحد تنين يروح مطير لك 2 مليون من ال3 مليون دول. يعني تعمل لك 3 مليون من كل نوع، تعمل الجيش 10 مليون ولا 11 مليون، ويجي واحد يطير لك 2 مليون كده، وانت تبقى مش فاهم ازاي حصل كده، وبيبقى مش تنين يعني، بيبقى طبيعي. لان في، لو تدوروا كده في اليوتيوب هتلاقوا ان في فخاخ فرد كتير اتصفرت بسبب التحديث ده. يعني انا الحمد لله يعني على الخسارة اللي انا خسرتها دي، يعتبر مش خسارة، فاتسطرت يعني الحمد لله. هتعرف النوع اللي داخل عليك، يعني مثلا الاخ اللي اتصفر معايا في التحالف تقريبا، ثانية اوريهولكوا كده، اللي اكل حشد، يعني كان قوته يعني يقدر يبلع الحشد، بس يعني هو طلع خرطبيط على الاخر. فينو اهو، يعتبر رجع الجيش بتاعه، يعني كان 195 مليون. الاخ ده غلط غلطة عمره. عمل ايه؟ طلب تعزيز ميكس، طلب تعزيز ميكس، تمام. بعد ما طلب تعزيز ميكس، انا اصلا اول ما لقيته بيطلب تعزيز ميكس، قلت له ينقل فخر المملكة هنا، بحيث ايه يشوف النوع اللي دخل عليه. فالاخ شاف النوع اللي دخل عليه، يعني اي واحد، انت ده انت معاك مثلا، هو جيشه 3 مليون وحاجة تقريبا، يعني بالتعزيز كان جيشه كله 4 مليون في تي فور. فجاله تعزيز 600 ألف تي فور وتي فايف، يعني كان المفروض يصد الحشد على الأقل، مش يتحرق. فجايله فوق، جايله مشاة. عمل ايه بقى الذكي ابن الناس المفتحين؟ عمل صفوف مشاة. الحشيش تمام؟ تمام. حاجة حلوة أوي يا معلم. زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. يعني أنا لو كنت قاعد جنبه كنت هصبه على، يعني كنت هرزعه كف. يا لهوي، عمل صفوف مشاة قدام مشاة، يعني حشد داخل عليك مشاة، وكمان الحشد ما كانش فول، كان 1,950,000، ما كانش 2,375,000، يعني كان ما كانش فول. تصده بصفوف مشاة، يعني انت كده حطيت له الرماة قدامه، افرم الرماة. يعني المفروض على الاقل كنت عملت صفوف الفرسان، بحيث تضر، يعني ما تنضرش انت، ولا تضر هو قوي، ولا انت تنضر، يعني هتبقى خسارتك مش كبيرة. لكن انت تعمل لي صفوف مشاة، وكمان ايه السبب اصلا اللي خلاهم حشدوا عليه؟ يعني هو كان واقف جنبي هنا عززني، ما كانش حاطط مضاد. الباشا ما كانش حاطط مضاد، يعني لان هو متعود على المملكة اللي احنا فيها دي، ان هم ما يقدروش يفتحوا بقهم معانا، يعني عشان تحالف حاكم وكده. فهو الباشا مطمن، ومش عامل خوانة، ومش حاطط مضاد. راح اللي استطلعوا الاخ اللي هو عنده 4 مليون جيش، حاشدين عليه وقتي، وكمان ما كانش عارف يتصرف. يعني بعد ما نقل هنا قال تعزيز ميكس، حتى يعني بوما خسر تي فايف بسببه. يعني قال له انا مش عايزك تاني، انت ما بتعرفش تلعب وكده، فاتخانقوا مع بعض. بس الفكرة هنا ان هو نقل هنا، بعد ما نقل هنا طلب تعزيز ميكس تاني. يعني انا قلت له اطلب نوع واحد برضه، ما كأنه ما شافش ال يعني ما كأنه ما شافش الشات. تعزيز ميكس، عززوه ميكس زي ما طلب، وصدوا بصفوف مشاة قصاد المشاة، فطار له 1,700,000.
مليون وسبعمية وطار جيش من التعزيزات يعني. يعني تقريبا بوما خسر 90,000، ما رجعلوش ناجين بوما، القوات كلها ماتت، حتى قوات التعزيز ماتت. يعني الهجوم فرم الجنود بتاعته، وما عملش، عمل بتاع 500,000 ولا 600,000 قتلة بس في الجيش اللي ضده يعني حقيقي. فما تغلطوش غلطة الأخ، يعني أنت دلوقتي قوتك 195 مليون، يعني ولا فخ حشود ولا فخ فردي ولا أي بطيخ، ولا حتى هتعرف تصد حشد. ليه تدفع على الحمى وأنت مش قد الحوار ده أصلا؟ يعني ليه تدفع على الحمى؟ ليه تحط نفسك في موقف أنت مش قده يعني؟ بس كده يا شباب، يلا سلام.